هلا باختصار كان كارثة. هذا الرئيس كان كارثة، هذا رأيي من اليوم الأول اللي انتخب فيه. أنا كنت متشائم يعني، ولا مرة إلا ما عبرت عن هذا التشاؤم فيه. كارثة لأنه شخص متردد، ولا يمكن لرئيس الدولة العظمى الأولى في العالم إلا أن يكون صاحب قرار. بيكون صاحب قرار ضدك ولا معك تحترمه وبتقول هذا رئيس أمريكا. بيكون صاحب لا قرار لو فادك ما فيك إلا تقول هذا لا يليق أن يكون رئيس أمريكا. وسائب أنه هو رجل لا قرار في أكبر مرحلة قرار على مستوى العالم، مرحلة تغيرات جذرية. لا قرار عنده حول روسيا من نمر من ورق إلى دولة صاروخية، يعني فاقت الاتحاد السوفيتي بزمنه، وحول رئيس عصابة مثل بشار الأسد إلى كمان أسد على مستوى المنطقة وما حدا بقى فيها هدي، لأنه تردد أوباما هو اللي وصل كل المنطقة حتى بمصر. تردده هو اللي عمل هذا الإرباك اللي حصل بمصر، تردده أنه يحسم خياره. وتردده ما كان نابع مثل ما بيعتقد البعض عن أنه هو لا يريد لأمريكا أن تعود إلى دورة الإمبريالي على مستوى المنطقة، لا، لأنه كان متردد بكل القرارات بالداخل والخارج. ومش لأنه كان متعفف عن تدخل الأمريكي، لأنه كان عم يشتغل بذهنية، ذهنية مدير شركة مش ذهنية رئيس دولة كبرى، ذهنية مدير شركة رابحة يريد أن يحسب حسابات الربح والخسارة ويقرشها. وهيدي لا تدار فيها دول، ودول كبرى تحديدا، ولا دول أصلا صغرى تدار بهذه الطريقة. لذلك بكل مرة كان يرتكب فيها نظام الأسد مجازر، وبكل مرة كان الشعب السوري يعطي فرصة. وأنا بعتقد أنه أوباما كان عنده فرصة لأول مرة لرئيس أمريكي بأن يغسل كل مساوئ التاريخ الأمريكي مع العالم العربي والشرق الأوسط بعهده. لأنه ما بعتقد أنه كان حدا ممكن يتخيل بمخيلته أنه يوقف الشعب الليبي ويطلب اضرب اضرب يناته، وعم يستجدوا الضربة الأمريكية. ولا مرة كان بيعتقد حدا أنه يوقف الشعب السوري بحمى مئات ألاف المتظاهرين. النظام بيقول 200 ألف، بيقولوا 500 ألف، يا أخي 100 ألف، ويجيبوا ورود يعطوه للسفير الأمريكي ويقولوا له رسالة محبة إلى الشعب الأمريكي، ويرفعوا شعارات الحظر الجوي والتدخل الدولي للشعب السوري. يعني الشعوب العربية كانت هالمرة عم تقول لأمريكا تدخلي لحماية الشعوب، بعد ما كانت متهمة أمريكا بأنه حامية الأنظمة الدكتاتورية، مش الأنظمة، الأنظمة الدكتاتورية حصرا مش كل الأنظمة. فكان عنده فرصة ليغسل كل هيدا ويحقق مصالح أمريكا ومصالح شعوب المنطقة، فتردد. وهيدا التردد خسروا فرصة تاريخية وخسر المنطقة، ووصلنا إلى أن نكون بين خيارين، السيء والأسوأ، بشار الأسد وداعش. بعتقد أنه هذا كلام كتير سليم. أوباما أضاع كل الفرص وأكبر الفرص، وترامب ما عنده هلأ 10% من الفرص اللي كانت عند أوباما، وبهذه 10% عم يشتغل أفضل بكتير ولو رمزيا مما اشتغل أوباما. بالعشرة أو بالخمسة بالمية عم يشتغل أفضل من 100% اللي كانت متاحة لأوباما، وضيعها بتردده بخفته وبعدم خبرته الكاملة بإدارة المشاكل الدولية والإقليمية خاصة مستوى الشرق الأوسط.